لا انا معروف يعني. طب ما انا معروفه برضه. لا بقيت 12 سنه مذيعه، بعد كده كنت في الجامعه، قبل كده كنت في الجامعه. ما انا برضه خريجه جامعه كده. لا انا قصدي اقول، طب اسال يعني، طب هي انت بتشتغلي ايه؟ انا عضو نقابه الموسيقيين قبل ما تشتغل مغنيه. اتشطبتي من نقابه الموسيقيين؟ طب انتوا جايبين لي دفعه يعني. طب هي انا دلوقتي اقول ايه؟ اقول كانت مثلا، مذيعه برضه اقول مثلا ايه؟ اهلا بيكم، هنقدمكم سما المصري اتشطبت من نقابه الموسيقيين. لا طب دي سما المصري خلاص، فنانه سما المصري. انت مش عارفاني خالص، ما سمعتش عني يعني؟ لا خالص. ايه يا عم مارا؟ ايه يا عم؟ طب بتشتغل ايه؟ بتاع عملت ايه؟ انت مش اعداد؟ عملت فيلم واحدة ونص. عملت فيلم ايه؟ فيلم على واحدة ونص انتجته. يعني هي انتجته؟ اتعرض فين؟ في السينما. سينما ايه؟ انت ما سمعتش عن قناة اسمها فلول خالص؟ دي ايه؟ عندها قناة اسمها فلول. بتعمل ايه فيها؟ بعمل ايه؟ بغني. بتغني واسقاطات على الاخوان. فاتحه قناه بتغني فيها انت لوحدك طول النهار؟ انت لوحدك خالص؟ لا وناس تانية. مفيش حد تاني يعني؟ مفيش حد تاني معاكي في القناه؟ لا في ناس تانية، مطربين تانيين. مين المطربين ده؟ هي لوحدها؟ فاتحه قناه بتطلع فيها من الصبح لبالليل لوحدها؟ ايوه اتكلمي معانا في الموضوع ده، لو عندك موضوع في مشكله في ده؟ لا يعني هو دي في الاخر مصنفات قفلتها وحبستها. مصنفات قفلت القناه واتحبستي؟ ما تعرفيش انا اتحبست؟ رحت السجن يعني؟ لا رحت الحجز. يعني سوابق؟ 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 مش حاجه غلط يعني بتاعتي. هو انت هتمثل انت كمان سوابق ايه؟ لا يعني انا دلوقتي اقول ايه؟ اقول سما المصري اتشطرت من نقابه الموسيقيين واللي اتمسكت في المصنفات واتسجنت؟ طب ايه اقول ايه؟ عندك حاجات كتير اهو. ايه قولي بقى. هي المشاكل دي كلها مشاكل، كل دي مشاكل ايه؟ طب ثانيه واحده. اتفضلي. طيب ما دي اصور مع مين؟ ليه يعني؟ ايه المشكله؟ تعمل حلقه حلوه. طب يا ابني روح حكي حد معروف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ جايب لي حد كان في السجن. وانا ده مش طبيعي الخير ده. انت بدل ما اروح السجن هتجيب حد على اليخت؟ نبقى نروح لها في الاسم. طيب هنبقى نروح لها في الاسم ان شاء الله. خلاص طيب خلاص. هي عندها مشكلة؟ اتكلم. عندها مشكلة؟ او ما مش لف وارجع. عندها مشكلة؟ ايه بقى؟ انت مش عارفه تضيفها؟ طب خلاص الغي الحلقه. مش تعرف المذيعه بتاعتك مين ضيوف يا عم؟ طب خلاص يا احمد لفوا رجعوني خلاص. وين؟ مش هقعد كده في الشمس كتير عشان خاطرها يعني. هي ايه اللي بتعمل لقاءات مع مسجلين؟ بقوله يقومها عليا. يعني ايه صبايا الخير؟ مش فاهمه يعني. ليه في المعين؟ هبطلع لها الليفل بتاعها حاضر. انا طول عمري بنزل النيل بمزاجي، شكلي مش هنزل بمزاجي المره. رضيع والله يعني هشكها ولا اهشكها ولا اقول ايه؟ مش فاهمه اللي رضيع عامل ايه يعني؟ على بار وومن يعني؟ يا زيتها قوي دي. طيب تشتغل بار وومن. الحالة بقى عارفه انا النسوان دي طلعها يعني. مش هصور يا ابني، رجعوا يلا. طب انت ايه؟ انت بتعد السنه اللي فاتت بس ولا ايه؟ ممكن اعمل. والله عيب على فكره، طلعت مع كل الناس. بقول لك والله عيب، انا ما اقعدش مع الناس اللي زي دي يا عم. بتقول لك ايه؟ مش عارف فرق المقامات. بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه؟ سمعني بتقول لك ايه؟ انا عايز اسمع بتقول ايه. ايه يعني؟ مش فاهمه. خلاص تطلع زي ما تطلع، مش معايا انا ريام سعيد يا ابني. بتقول لك ايه؟ سمعني. بتقول لك ايه؟ لو النبي يقول بتقول ايه؟ لا ممكن اسمعك انا. طب تعالي هنا. انا ما ينفعش اطلع معاك. طب تعالي بس. تعالي بس هقول لك. تعالي.
تعالي طيب تعالي. وانا هخاف منك، ما هاجي ايه اللي تعالي. لا ما تخافيش، ما تخافيش من حد، تعالي بس. مش هطلع معاكي في برنامج. ايه مشكلتك بقى؟ مشكلتي انا مش هطلع معاكي في برنامج. ليه بقى؟ يعني انا لازم اطلع مع فنان كبير نجم بتاع، لكن يعني. طب ايه بقى المسجلين انت بتطلعي معاهم دول بقى؟ لا المسجلين دول رايحين ندي وعي للناس ان هم عملوا حاجه. عايزه نعمل معاكي انترفيو. خلاص يا ستي اعملي انترفيو، اعملي انترفيو، اعملي انترفيو، اعملي انترفيو على ست بتوعي. يعني انا عندي برضه تاني ممكن نروح ناخد اذن من العلاقات ونيجي ناخد معاكي انترفيو، لكن على يخت ماشي. ده برنامج كله نجوم وكله ناس اكلمهم على اعمالهم على حاجاتهم، لكن انت هكلمك في ايه؟ طب خلاص انهي اللقاء. ما انا بقى ما انا بقولهم ارجعوا. طب اوكي يلا يا عم ارجع يا عم، ارجع يا عم، ارجع وفك البتاع ده. مش عادي دي خليفه يا عم، دي عندها هس هس، دي بتقول لك مسجله. سمعت. لا انت اللي قلتي بتروحي المسجلين، انا ما قلتش انت مسجله. ما انا برد عليكي، انت اللي بتقولي بروح للمسجلين، فبقول لك خلاص لو انت شايفه انك مسجله زيهم يبقى نجيلك الاسم. لا انت من الاول قلتي مسجله، لما بقول لك اخرت حبس بتقولي مسجله. لا قلت سوابق، في فرق بين مسجله وسوابق. طيب ماشي.